السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا في أحسن صحة وأسعد حال. الفيديو ده هشرح لكم فيه فيتامين د، وده بركز الأيام دي عليه لأهميته الشديدة اللي أثبتتها الدراسات في دوره الكبير في مسألة المناعة، وبالتالي ارتباطه بمسألة أو بوباء كوفيد-19، حيث وجدوا في الدراسات أن كلما كان فيتامين دي مستواه في الدم جيد، كلما قلت خطورة إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد أو مرض كوفيد-19. الصورة اللي انتوا شايفينها على ايديكم الشمال ديت اللي هي صورة بيض ولبن ولحمة وأسماك وجبنة وزبادي، وهي الأغذية أو الأطعمة الغنية بفيتامين دي. البيضة اللي هي المتوسطة بيبقى فيها حوالي فيها حوالي 80 جرام كالوري، بيبقى فيها حوالي 2.5 ملي جرام من فيتامين دي، ودي كمية جيدة. بالنسبة لفيتامين دي عشان نحصل عليه هما مصدرين: الشمس، والشمس بتدينا من 80-90% مما نحتاجه من فيتامين دي، والباقي 10-20% بناخده من الطعام. يعني لازم التعرض لأشعة الشمس. خلينا نشوف شوية الوحدات، لأن الوحدات بتاع اللي بتقيس فيتامين دي شوية بتلخبط الناس، لأن في وحدات اسمها International Units وفي وحدات اسمها Microgram، وأحيانا بتتكتب بهذه الصورة. الام سي ديت بتتشال وتحط كلمة اليو اسمها يو جرام، يو جي. فالوحدة انترناشونال يونتس. احنا الاغذية بناكل بالجرامات وكده، فبتتحسب بالمايكرو جرام، ولما تيجي تاخد سبلمنت او حقنة بيحسبوها بالانترناشونال يونتس. فنفهم دي ودي عشان نعرف نحول لما يجينا حاجة. يعني ده مثلا كده كام العبوة ديت مكتوب عليها دي 3. بالنسبة دي 3 هو الشكل النشط من فيتامين دي اللي بيشتغل في الجسم. ديت 1000 انترناشونال يونت، وديت 2000 انترناشونال يونت من فيتامين دي 3 او من فيتامين دي. طيب يعني ايه؟ ما انا عايز اعرف ديت معناها ايه، عشان معناها ايه بالمايكروجرام. الألف احنا قول 500 انترناشونال يونت تساوي 12.5 مايكروجرام، والألف تساوي 25 مايكروجرام. يبقى هذه العبوة اللي على ايدينا الشمال ديت فيها 1000 انترناشونال يونت يعني 25 مايكروجرام، وديت فيها 2000 انترناشونال يونت يعني 50 مايكروجرام. ماشي، يبقى كده فهمنا، نعرف نحول ايه ده الى ده. خلينا بس نحفظ ان العشرة مايكروجرام تساوي 40 انترناشونال يونت، العشرة ميلي جرام تساوي 40 انترناشونال، 400 انترناشونال. العشرة مايكروجرام تساوي 400 انترناشونال ايو، انترناشونال يونتس. وبالمناسبة للي ما يعرفش قد ايه المايكروجرام، خليني ابسط لكم كده. المايكروجرام دي 1/1000 من الميلي جرام ام جي. الام جي فيها 1000 مايكروجرام، والام جي اللي هي الميلي جرام في عبارة عن 1/1000 من الجرام، يعني الجرام في 1000 ميلي جرام، والكيلو في 1000 جرام. ناخدهم بالترتيب تاني: الكيلو 1000 جرام، الجرام 1000 ميلي جرام، الميلي جرام 1000 مايكرو جرام اللي هو صدقه ده. اما نيجي ناخد حبوب او ناخد دواء، فدايما بيبقى فيه توصيات ناخد قد ايه. بالنسبة لفيتامين دي بيتاخد يا إما عشان الحياة العادية والغذاء العادي فديت بتبقى لها كمية، يا إما عشان العلاج ودي بتبقى لها كمية.
بالنسبه للفيتامين دي ريكومندد دوزز في الحياه العاديه للظروف العاديه، مش واحد مريض، لا واحد طبيعي ياخد قد ايه كل يوم؟ ياخد اللي عمره اقل من سنه ياخد من 400 الى 1000 يونت. يعني ايه 1000 يونت؟ 1000 يونت يعني 25 مايكرو جرام، ماشي. الكبير لحد البلوغ لحد 18 سنه ياخد برضو لحد 1000 يونت، بس الاقل حاجه 600 انترناشونال يونتس لحد 25 مايكرو جرام. الكبار بقى ياخدوا اكتر شويه الى 2000 انترناشونال يونت، يعني 50 ممكن ياخد 50 مايكرو جرام. مستويات الدم بالنسبة لفيتامين دي قصة تانية، معيار آخر. مستويات الدم لما بنقيسها بالنانو جرام، لأن الدم ما كميات فيه حتى اسمها تريس اسينشال إيليمنتس، يعني إيه؟ يعني مغذيات ضرورية بس بكميات دقيقة جدا، فبالتالي القياس بتاعها مش مايكرو جرام بقى وإنما نانو جرام، ان جي نانو جرام، مش عارف شايفينها ولا لا. المقياس بتاعنا نانو جرام. نرفعها شوية كمان عشان تبان الصورة. أظن كده بقت باينة الصورة بتاعتنا، باينة في الفيديو. النانو جرام ان جي، النانو جرام ده القياس بتاع الدم، وبيقيسوها برضو بالملي مول، بالملي مول. فالإنسان لما نقيس الدم اللي احنا نقول عليه sufficient يعني كافي وجيد، لازم يبقى من 40 إلى 80 نانو جرام. أقل من كده يبقى insufficient، يعني طبيعي بس مش كافي. أقل من 40 نانو جرام يبقى طبيعي بس مش كافي، ولو تحت أقل من كده يعني واحد من 30 الى 0 ده يبقى ديفيشن، ده عنده عجز ونقص شديد لازم ياخد علاج. انما ده لا، مش ما ياخدش علاج، اللي هو الانسفيشن ده اللي هو مستوى منخفض بس مازال طبيعي، ده ممكن يحسن اكله شويه ويزود من تعرضه للشمس شويه وممكن ياخد الكومبلت. النسبه لو زادت عن ال 150 نانو جرام، لو زاد عن ال 150 نانو جرام يبقى احنا كده في حالة تسمم. عشان بس الناس اللي بتحب تاخد ايه تقول لك خد حقن كمية 4000 انترناشونال، طب ديت ما هي ممكن تزيد لك، تزيد من فرصة التسمم، فالواحد ما ياخدش كده بالبركة. يا رب كده تكون سهلنا شوية عملية الوحدات والتعريف بتاعتها، ونرجع تاني نقول ان 1000، احفظ دي 1000 انترناشونال يونت يعني 25 ملي مايكرو جرام. وبكده يبقى اتكلمنا شويه عن الدوز وعن الوحدات المتوفره على في السوق، واتكلمنا فين الاكل الكويس اللي فيه فيتامين دي. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، وانتم دايما بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.